جهاز غسل الوجه المعروف عنه لولامينيتو، هيدا التقليد انا اشتريته من علي اكسبريس، وحبيت بهيدا اللون الاصفر لانه ما شفت كتير يعني مشترين من هيدا اللون، فحبيت اشتري هيدا اللون اللي هو اللون الاصفر المفضل عندي. فحبيت افرجيكم كيف اجتني بهيدا الباكج. هيك بيقولوا لك انه في انه ضد المي، وانه هيك بتعمل فيبراسيون هيك شيء، فهيك بتجي. على هيدا الشكل، فانا حبيت هيدا الشكل لانه في هيدا الشكل بتفوت لتحت العيون هيك بسهولة، يعني الشكل كتير حلو وسلس لا يفوت تحت العيون، وبيغسل كتير منيح بدون ما تضطري انك تحاولي انك تفوتيه تحت العيون. فهذا الشكل بيخولك انه بتفوت تحت العيون بطريقة سهلة. فهذا الشكل انا اللي عجبني فحبيت عليه، وانه بنفس الوقت انه من هون شعيرات السيليكون اللي بتنظف بعمق، ومن ورا انه ملس، فمن هون بتحط السيروم ودغري يعني تعملوا على وشكم فيرطب كتير منيح، ومن هون لغسل الوجه، من هون لتغسلي وشك بشعيرات سلسة وناعمة على الوش وما بتعمل التهاب ابدا. وهيك يعني ما فيه شحن، فهيدا بالبطارية يعني بتخلص البطارية بتفتحي من هون، في هيك من هون بتفتح وبتتحط البطارية. فأنا حبيت هيدا لأنه بالشحن تضطري إنك دايما تشحنيه، ووقت أوقات يعني يعني ما بتكوني شاحنتيه فما راح يشتغل معك. فهيدا البطارية يعني وقت ما تخلص البطارية وقتها راح تغيريها، فمن هون في زر تشتغل من هون، وهيدا الصوت. فكتير حلوة. فأنا اليوم حبيت مو لأنه في كتير حاكين عنا هيدا الجهاز إنه كتير منيح ومن السيليكون هيك شيء، يعني ما راح أحكي عنه كتير. فأنا جيت اليوم راح لحتى أحكي عن البشرة الجافة، فالاستعمال هيدا الجهاز للبشرة الجافة مو كتير منيح، لأن البشرة الجافة كتير بتتورم وكتير بتتهيج، يعني كتير بتتحسس، فمو كل يوم تستعملوه. فالطريقة الأنسب لتستعملوه للبشرة الجافة إنه بتحطوا الغسول وبتحطوا فوقه زيت، يعني اللي انتو بدكم ياه، زيت لوز أو زيت جوز هند أو أي زيت اللي عندكم ومتوفر عندكم. فتحطوا الغسول وبتحطوا فوقه زيت وبعدين بتفركوا فيه. فهيدي الطريقة كتير حلوة فادتني، يعني ما بتخلي الوش، يعني ما بتترك الوش ناشف أو هيك شي، بس بالعكس بتترك الوش كتير ناعم ومرطب. وإذا حبيتوا تعملوا تقشير للبشرة فمرة بالأسبوع، عفوا مثل جيل نتروجينا فاللي فيه حبيبات، هدف إنه تحطوا هون وبتحطوا كمان فوقه زيت وبتفركوا كتير منيح. رح تترك البشرة كتير ناعمة. فبنصح بهي الطريقة لأن البشرة الجافة ما بتتحمل كتير مثل ما قلت. يعني يوم على يوم استعملوها، مو كل يوم، يوم بتغسلوا بالماء بس ويوم بتعملوا هيك الجل العادي وفوقه زيت، فكتير حلو. بعدين بتركبوا سيروم او اي زيت انتكم بدكم اياه. انا بستعمل للصراحة كتير حلو انه زيت لوز وفازلين، it's so amazing. فبحط هون بعدين بدلك، يعني بشغل هون ويعني بصير عم دلك واعمل يعني على وشي، فكتير حلو. فبنصح بهاي الطريقة للبشرة الجافة. هيدا كل شي لليوم، حبيت احكي بس عن هيدا الجهاز وانصحكم فيه للبشرة الجافة. ف
فإن شاء الله تكونوا استفدتوا منه. مع السلامة.